طيب احنا اليوم حنحكي او حنكمل في موضوع الـ APIs، بس حنتكلم من جهة الـ Authentication. احنا اتفقنا في الـ APIs بتختلف عن موضوع الويب، انه انا ما عندي هنا موضوع السيشن والكوكيز والشغلات هذه اللي احنا في الويب بنستخدمها عشان نتحقق من عملية الـ Authentication لليوزر. وفي الـ APIs يتم استبدالها من خلال حاجة احنا بنسميها التوكن. التوكن عبارة عن زي Random String انا بمنحه للشخص بعد ما يعمل عملية اللوجن وبرجع له اياه، وبعدك بطلب منه في كل ريكوست هيبعت لي اياه يبعت لي هذا التوكن او هذا السترينج، وطبعا بكون مخزنه على مستوى كل يوزر، هذا اليوزر هاي التوكن تبعه، بحيث انه انا لما يوصلني التوكن من خلاله بعرف مين صاحب هذا التوكن، هو اليوزر اي دي. هنتكلم الشغله هذه احنا ممكن نطبقها مانيوالي او نستخدم مكتبات للموضوع هذا. طبعا لارافيل وفرت لنا مكتبه اسمها لارافيل سانكتام للقصه هذه. طبعا بما انه احنا نزلنا جيت ستريم فهذه المكتبه اوريدي نازله عندنا، يعني لو فتحنا كومبوزر دوت جيسون في لارافيل جيت ستريم في عندي، هي مسؤوله عن موضوع اللي حكينا عنه، موضوع الاوثنتيكيشن بشكل كامل على مستوى الويب. تمام، على مستوى الاي بي ايز انا عندي هذه المكتبه هي لارافيل سانكتام، ممكن انزلها بشكل مستقل او بتنزل مع الجيت ستريم، او بنزلها زي ما حكينا بشكل مستقل باستخدام الكومبوزر. هذه المكتبه بتوفر لي مفهوم الـ API token او الـ personal، احنا مرات بنسميه الـ personal access token. فكرة الـ tokens انه انا كل يوزر بربطه بـ token. طبعا لو انا ربطت اليوزر بـ one token معناته انا هذا اليوزر حيكون مسمح له يدخل من جهاز واحد فقط، وبالتالي لو عمل login من جهاز ثاني فحيصير له auto logout من جهاز الاولاني وهكذا. اذا انا خزنت التوكن على مستوى اليوزر، عملت خلينا نحكي عملت علاقة one to one، يعني انه اليوزر هاز 1 توكن، المكتبه هذه بتوفر لي موضوع لا انه اليوزر ممكن يكون له اكثر من توكن، بحيث انه ممكن يعمل لوجن من اكثر من ديفايس، وبالتالي كل ديفايس له التوكن الخاص فيه. وهذا يمكن اللي بيصير في اغلب الموبايل ابلكيشنز، انت ممكن يكون منزل الابلكيشن عندك على اكثر من جهاز مثلا، لو انت عندك اكثر من ديفايس وتستخدم وعملت لوجن منه، فحضلك عامل لوجن في كل الاجهزه هذه. طب احنا طبعا عشان مش هنعيد اختراع العجله، مش هنشرح كيف احنا بنبني النظام هذا من الصفر، احنا هنستخدم المكتبات اللي موفره لي اياها لارافيل، وهذا الصح حتى في شغلك العملي، بس حنوضح الاليه اللي بتصير كيف عشان بس تكونوا مستوعبين الصوره. لو انا هذه المكتبه ما كانتش نازله، يعني مثلا انا ما استخدمتش جيت ستريم وبدي اشتغل على موضوع الاي بي ايز بشكل مستقل، زي ما حكينا بننفذ بنعمل استدعاء للمكتبه هذه او تنزيل للمكتبه هذه باستخدام كومبوزر ريكوير، نعطي اسم المكتبة اللي هي لارافيل سلاش سانكتام. تمام، يعني لو ما كانش نازلة بتنزلوها بالطريقة هذه باستخدام كومبوزر ريكوير لارافيل سانكتام. طبعا هو اوريدي نازلة عندي فمش محتاجين احنا ننفذ هذا الكوماند. طيب ايش هذه المكتبة؟ بيجي معها ملف ميجريشن، يعني مكتبة لارافيل سانكتام بيجي معها ملف ميجريشن عشان ينشئ لي الجدول اللي هيخزن فيه التوكنز تبعت اليوزر. تمام، احنا هنا علاقه 1 تو 1 حكينا، ففعليا انا في عندي تيبل حيكون في الداتابيس لموضوع التوكنز. فلو احنا فتحنا ملف الميجريشنز بعد ما احنا بعد ما فعليا نزلنا الجيت ستريم، هو اضاف لي الملف هذا اللي هو هذا اسمه كرييت بيرسونال اكسس توكنز. هذا التيبل لو طلعنا عليه بيحتوي على طبعا هي اسم الجدول اي دي التوكن ابول بنظام المورفز، احنا حكينا عن المورف صح ولا لا؟ مورف لا ما حكيناش علاقه المورف، نيجي لها تاكدين. طيب المورف كولوم هذا بنشئ لي فعليا تو كولوم، كولوم اسمه توكن ابول اللي هو الاسم هذا، توكن ابول اي دي وتوكن ابول تايب. طبعا هذه بنستخدمها في مرات لو انا بدي اخزن في الجدول اكثر من ريليشن، يعني انا عندي مثلا اليوزر، لو انا عندي اكثر من نوع من انواع اليوزر، انا عندي يوزر وعندي ستودنت وعندي مثلا دكتور، اليوزر له اكسس توكن حنشئ له، الدكتور له حساب وحنشئ له اكسس توكن، الستودنت تمام له برضه اكسس توكن. فانا فعليا انا عندي ثلاثه موديلز او ثلاث جداول، لو انا بدي اشتغل بنظام تقليدي فانا بدي اعمل لكل جدول جدول للتوكنز، يعني يوزرز توكنز، دكتورز توكنز، ايش مثلا ستودنتس توكنز. وقت الجداول هذه كلها متشابهه، بس اللي اختلف مين الريفرنس تبعي، هل هو يوزر ولا هو دكتور ولا هو مثلا
student. فعلنا حل انه انا بستخدم نفس التابل وبضيف تو كولوم، كولوم للاي دي اللي هو الفورين كي تبعنا وكولوم للتايب عشان اعرف هذا الاي دي تابع لاي نوع من انواع اليوزر، هل هو اليوزر ولا هو الستودنت ولا هو الدكتور. فاحنا فبنسمي هذه الريليشن في اللارافيل بنسميها المورف ريليشن. فبني هذا التوكن ابو حيشيل تو كولومز. ممكن حنوضحها، انا كنت فكره حكيت لكم موضوع المورف بس حنرجع له ان شاء الله ونحكي عن العلاقه هذه. النيم هو نستخدمه هنا كدلالة على التوكن، ممكن نعتبر النيم عبارة عن الديفايس اللي هو عمل منه لوجين، يعني ممكن استغل الحقل النيم هذا اخزن فيه الاسم تبع الديفايس، يعني عمل لوجين من جهاز مثلا سامسونج ممكن اكتب سامسونج، مثلا عمل لوجين من جهاز تشاومي ممكن احط اسم تشاومي وهكذا. وهذا غالبا لما تدخل على اغلب التطبيقات كاتب لك انه انت عامل لوجين من جهاز اسمه كذا، فهم بيستغلوا هذه النقطة. التوكن هو فعليا السترينج اللي حكينا عنه، لاحظوا ايش معمول يونيك، انه اكيد لازم ما يتكررش، لانه لو تكرر يبقى انا هيك حصير عندي مشكله، مش هعرف اليوزر صاحب هذا التوكن، لانه تمام لازم يكون توكن. بيجي مع موضوع التوكنز حاجه احنا بنسميها الصلاحيات الابيليتيز، انه ايش ايش الشغلات المسموح لصاحب التوكن هذا يعملها على الموقع. وهذه انتم مرات بتصير معكم لما تيجوا تستخدموا تدخل تعمل لوجن في على بعض المواقع من خلال حسابكم على الفيسبوك، بيطلع لك الفيسبوك رساله انه هذا الموقع بده هذه الصلاحيات، تعطيها ولا لا؟ وفعليا الفيسبوك بيعطي توكن لهذا الموقع، بقول له تفضل هاي التوكن هذا بتستخدمه عشان تصل لاي بيانات متعلقه بحسابك، بس حسب الصلاحيات اللي انت حددت له اياها. يعني لو قلت له مثلا ممنوع تاخذ الفريند ليست تبعوني، هو خلص بيكونش قادر الموقع يصل للفريند ليست، فهم بيخزنوا على مستوى كل توكن الابيليتيز اللي بنحكي نعتبرها زي الصلاحيات المسموحه لهذا التوكن. طبعا التايم ستامب لاست يوز اد، انه متى اخر مره اليوزر استخدم هذا التوكن وعمل اكسس على الموقع، فبيخزنوا تاريخ اخر عمليه او اخر مره انا استخدمت هذا التوكن، والتايم ستامب احنا عارفين ايش وظيفتها. طيب هذا بشكل عام موضوع. طبعا نفس الفكره بعد ما معناته انا بعد ما اكون نزلت مكتبه اللارافيل سانكتام نعمل مش ميجريت، نعمل في الحاجه فيندور ببلش في الاول عشان ينسخ لي ملف الميجريشن في المنطقه هذه. طبعا هذه المعلومات كلها برضو عشان واحد ما ينساهاش حتلاقوها موجوده في الدوكيومنتيشن تبع لارافيل عشان يعني نضلها كريفرنس لكم. طبعا هذه تعتبر باكج مستقلة عشان هيك هتلاقوها في الباكجز تمام، اغلب الباكجز اللي موفرها لارافيل مثلا زي الفورتيفايل حكينا عنها والجيت ستريم، وفي طبعا باسبورت برضه تستخدم في الاي بي اي اوثنتيكيشن بس على مستوى اوسع، احنا فعليا ما بتلزمنا، فاحنا بدنا شيء سمبل فممكن نشتغل زي ما حكينا على مكتبة السانكتوم. طبعا هاي الشرح اللي هو كيف تعمل انستوليشن زي ما حكينا اول خطوه لما بعمل كومبوزر ريكوير للمكتبه هذه، وبعد هيك عشان ينسخ لي ملف الميجريشن انا اعمل امر الايش البي اتش بي ارتسان فيندور ببلش تمام مع البروفايدر اللي هو هذا، طبعا لانه النص طويل فانت صعب تحفظه فانت بتاخذه دائما من المنطقه هذه. طبعا هذا ايش حيسوي؟ هذا فعليا حينسخ زي ما حكينا ملف الميجريشن من الفيندور للابلكيشن تبعي، بعد هيك بقدر اعمل امر البي اتش بي ارتسان ميجريت. احنا فعليا هذا الجدول موجود عندنا، احنا فعليا عملنا ميجريت قبل هيك كثير، فغالبا هي عندي الجدول ايوه اسمه بيرسونال اكسس توكن موجود لكن فاضي في المرحله هذه. الان اللي انا بحتاجه موضوع اللوجن، مش هنستخدم اللوجن فور، انا قاعد اتكلم على اي بي اي، يعني كل الريكوست بتجيني من جهاز خارجي مش من الفيوز اللي انا ببنيها تمام. يبقى انا بدي اكون اول خطوه عاملها عامل اي بي اي للوجن نفسه، يعني بدي اعمل لوجن اي بي اي. هذا لوجن اي بي اي بياخذ اليوزر نيم والباسورد بتحقق منهم وبيرجع ايش؟ الاكسس توكن اذا كان اللوجن صحيح، او حيرجع رساله خطا. اذا كده احنا اول خطوه نبنيها في موضوع الاوثنتيكيشن بنبني اللوجن اي بي اي. طبعا بحتاج مننا ننشئ كنترولر عشان هيك حنيجي نحكي بي اتش بي ارتسان ميك كنترولر. طبعا هنستخدم النيم سبيس تبع الاي بي اي استخدمناه المره الماضيه مع البوست، ونعرف بداخله مثلا لوجن كنترولر في الاب كنترولرز بس يخلص حيصير عندي هنا جنب البوست كنترولر هذا حيكون عندي الاي بي اي لوجن او لوجن كنترولر الخاص بالاي بي اي. تمام لوجن كنترولر هنعمل فيه تو ميثود، الميثود تبعت اللوجن خلينا نسميها لوجن. طبعا اللوجن هذه اليوزر هيبعت لي بوست ريكوست، هيبعت لي ريكوست بطريقه البوست. دائما اي عمليات
تمام، مش استعلام، مش استعلاميه، ما تخلوهاش جيت، حولوها لبوست او بوت. انا هنا بدي انشئ سيشن يعني، او بدي انشئ توكن، يبقى في عندي حرق، في عندي عمليه على الداتابيز حتصير، عشان هيك اللوجن هذا انا حفصلها حتكون بطريقه البوست. طبعا بما انها بطريقه البوست يبقى اكيد حيصلني ايش؟ ريكوست. الفاليديشن تبعها حنحط الفاليديشن ريكوست هذا عليه فاليديت، انا حستقبل البيانات اللوجن، انا ايش بلزمني؟ الايميل، بما انه احنا بنتكلم على ايميل على مستوى اليوزرز، ولا في عندنا يوزر نيم؟ احنا عندنا فعليا على مستوى اليوزرز في عندي ممكن استخدم حقل اليوزر نيم، ممكن استخدم حقل الايميل، ممكن استخدم الحقلين انه يعمل لوجن سواء باليوزر نيم او بالايميل تبعه. فلو افترضنا انه يوزر نيم فاليديت، طبعا هذا الحقل اكيد حيكون ريكوايرد. البارامتر الثاني لازم يبعث لي اياه هو الباسورد اكيد، عشان هيك برضه حيكون لازم يبعث لي في الريكوست الباسورد. تمام، الان نعمل عمليه التحقق من اليوزر هذا. يمكن احنا كتبنا الكود قبل هيك، بس هلا بدنا نعيده بدون موضوع السيشنز. طبعا احنا مفترض من الموديل تبع اليوزر بدنا راح احكي له وير اليوزر نيم، حقل اليوزر نيم يساوي القيمه اللي وصلتني من الريكوست بوست، الحقل اللي اسمه يوزر نيم. لو بدي اعمل قصه انه ممكن يعمل لوجن باليوزر نيم او الايميل، فممكن احط كمان شرط اور وير الحقل تبع الايميل يساوي برضه الريكوست لنفس القيمه اللي هي ريكوست بوست لليوزر نيم. انا بدات، فانا اروح ادور على القيمه اللي وصلتني في حقل اليوزر نيم، سواء مخزنه في اليوزر نيم كولوم او في الايميل كولوم. طبعا هنا يفترض هذه القيمتين يونيك، فعلى حيصل لي دائما قيمه واحده، فعشان هيك حنستخدم فيرست مش حنستخدم جيت. هنا حيرجع لي يوزر او نل، اذا البيانات هذه موجوده يعني اليوزر نيم او الايميل موجودين حيرجع لي يوزر اوبجكت، ما رجعوا لي، يبقى في عندي مشكله. طب طبعا هذا التحقق مش كافي، قلت لنا نتحقق انه اليوزر اللي رجع هو فعلا هذه الباسورد تبعته. طبعا لانه الباسورد معمولها هاشينج، فانا ما بقدر اقارنها بشكل مباشر، حنستخدم الميثود تبعت الهاش تشيك عشان نقارن الباسورد اللي وصلتني هي نفس الهاش اللي مخزن عندي في الداتابيز او لا. فانا ممكن احط جمله اف ستيتمنت، اذا كان في عندي يوزر اند يعني انا رجع لي يوزر، الشرط الثاني اند انه حنستخدم الميثود تبعت الهاش تشيك، والهاش تشيك بتاخذ في البارامترز تبعتها اللي هو البيور فاليو اللي هي من وين بتصلني؟ من الريكوست بوست باسورد، يعني القيمه بدون هاش هي قيمه الباسورد اللي وصلتني في الريكوست. البارامتر الثاني هي القيمه الهاش، القيمه الهاش وين حلاقيها؟ في اليوزر، اليوزر حقل الباسورد تبع اليوزر هو فعليا معمول له هاش. هيك انا بعمل تشيك هل الباسورد تبعت الكرنت يوزر اللي انا رجع لي هو نفس الباسورد اللي انا وصلتني في الريكوست او لا. طبعا اذا الشرطين تحققوا يعني انا عندي يوزر والهاش تبعه صحيح، يبقى انا هنا عندي اللوجن تمام، فيش عندي مشكله. ايش حنعمل هان؟ بدنا نعمل جنريت للتوكن تبع لليوزر هذا. الان موضوع التوكنز، بما انه احنا حنستخدم مكتبه السانكتوم، فهذا اليوزر موديل تبعنا لازم يكون مستخدم للتريد اللي اسمها has API tokens، عشان هيك بدنا نتاكد على مستوى اليوزر موديل تبعنا ان هو عامل استخدام لهذه التريد use has API tokens. طبعا هذه التريد بتجيني من مكتبه السانكتوم، فانا بعد ما انزلها تمام بدي اضيفها انا، هي مضيوفه هنا لانه جيت ستريم ضاف لي اياها، لكن انت فعليا حتحتاج تضيفها يدويا. يعني حتى طبعا هي النيم سبيس تبعها، فانت بس كل ما عليك انك تعمل يوز لإلها. الترتيب تبعها مش مهم يعني في الاول بين اليوز، المهم انا اعمل يوز للتريت هذه في المنطقه يعني. طيب هذه التريت ايش بتحتوي؟ بتحتوي على الميثود اللي انا هحتاجها، مثلا بتحتوي على ميثود العلاقه تاعت التوكنز، انه هذا مش اتفقنا اليوزر له اكثر من توكن، فانا عندي ريليشن اسمها توكنز بترجع لي كل التوكنز تاعون هذا اليوزر. تمام، عندي مثلا فحص للصلاحيه توكن كام، عندي مثلا كرييت توكن، انا قلت حنستخدمها عشان انشئ توكن،
تمام. كرنت اكسس توكن بترجع لي الكرنت اكسس توكن تبع هذا اليوزر، يعني هو ممكن يكون عنده اكثر من اكسس توكن، بس لما بعت الريكوست بيستخدم اي توكن، فهذه بترجع لي الاكسس توكن المستخدم حاليا لهذا اليوزر. فهذه كلها ميثود تمام، انا ممكن استخدمها على مستوى اليوزر لانها موجوده في التريت، ولا التريت اللي حطته في اليوزر موديل فصارت ضمن داب على اليوزر، فكده هستخدم الكرييت توكن ميثود. هنرجع لللوجن كنترولر، اليوزر تبعنا اللي هو من صار عنده ميثود اسمها create token. create token يمكن حسب الوصف اذا انت طلعنا عليها بتحتوي على اسم والابيليتيز الصلاحيات. طبعا الابيليتيز باي ديفولت بتنحط كاري ستار، انه انا بعطي له كل الصلاحيات تمام. انا هنا بحط اي اري اي قيم انا بدي اياها. هنجرب اجيت النيم، ايش النيم؟ اي اسم انا بختاره. اجيت انا ممكن استخدم في النيم احاول اخلي مثلا الموبايل ديفلوبر يبعث لي اسم الديفايس، طبعا كل ديفايس له زي يونيك نيم ممكن نعتبره، فممكن يبعث لي اسم الديفايس، انا ممكن اعرف من خلاله انه هو عامل لوجن من جهاز مثلا سامسونج ايفون وخلافه. ما بعث لي اياه ممكن افترض اي اسم من عندي، يعني بالنهايه النيم هذا انا عندي الحريه الكامله احط فيه اي قيمه بدي اياها، يعني يفضل احط قيمه بتعكس وعامل لوجن من اي جهاز. فمثلا انا مرات بروح استخدم هنا للنيم، بقول له من الريكوست في عندنا حاجه اسمها الايجنت او جيت او اتش تي تي بي ايجنت، اعتقد اسم الميثود يوزر ايجنت. هذا الميثود ايش اليوزر ايجنت؟ الوقت كل ريكوست بيحتوي على هيدر اسمه اليوزر ايجنت. ايش اليوزر ايجنت هذا؟ عباره عن سترينج بيوضح نوع البراوزر المستخدم. نوع المتصفح، كل متصفح له يوزر ايجنت تمام. الموبايل ابلكيشن ممكن يكون له يوزر ايجنت مختلف، وبالتالي انا ممكن باستخدام اليوزر ايجنت، طبعا اليوزر ايجنت عباره عن ميثود فلازم استديها بالشكل هذا تمام. عندنا حنشوف ايش حيتخزن في اليوزر ايجنت. الابيليتيز زي ما حكينا، لو انا ما بعتهاش فانا بعطي له كل الصلاحيات. انا بقول له انا اعطيك صلاحيات بس انك تشوف مثلا البوست مثلا، وصلاحيات على الفولورز تاعون هذا اليوزر مثلا. فانا بحط اسماء لابيليتيز، انا هيك بفترضها على شكل اري، كل ابيليتي بعتبرها في اري وبالشكل هذا. مثلا انت معك صلاحيه تشوف البوست وتشوف الفولورز، ممكن اخليك تشوف الفولوينج مثلا وهكذا. فانا بعطي اسماء محدده ممكن استخدمها لاحقا للصلاحيات. هذه الميثود حترجع لي توكن اوبجكت، توكن اوبجكت مش توكن سترينج. هذاك مش طبعا هو حيشيل لي راندوم كود وحيعمل له هاشنج، ويعني تفاصيل معينه كلها حتتم، يعني حيرجع لي الاوبجكت تبعه. انا في الوضع الصحيح بعد ما انشئه، طبعا هو ايش حيسوي؟ حيكريتك، حتنشئ التوكن حتخزنه في الداتابيز في جدول اكسس توكنز وترجع لي اياه عشان ارجعه لليوزر. فلقيت وظيفتي هنا اعمل ريتير لريسبونس تمام، ممكن نستخدم الري مباشره او ريسبونس زي ما شفنا المره الماضيه. ونحكي مثلا ممكن ارجع في الاري عده بيانات، مثلا ممكن ارجع مثلا مسج انه سكسس اوثنتيكيتد مثلا. ممكن ارجع كمان التوكن، اكيد انا بيلزمني ارجعه فبروح ارجع التوكن. طبعا التوكن اوبجكت اللي رجع هذا بيحتوي على بلين توكن تكست او تكست توكن مش متذكر تمام، لانه التوكن هذا بتشفر بيصير له هاشنج، بتخزن في الداتابيز كهاش. انا بدي ارجع مش الهاش، بدي ارجع الاصل. فهو عامل لي بروبرتي جوا الاوبجكت تبع التوكن اسمها بلين تكست او بلين تكست توكن. جيت نتاكد منها انه بيستخدم النيو اكسس توكن بلين تكست توكن بس اي هذه. فبحكي له وين الكود تبعنا، بحكي له رجع البلين تكست توكن اللي هو التوكن او السترينج تبع التوكن. هي هاش بطريقه ما بيعرفها وصلوا لها. طبعا كل مره حيعمل لي توكن مختلف، كل لوجن حيعطيني توكن مختلف. خلص هي هذه اوبجكت وهذه بروبريتي جوا التوكن بابليك، فانا قادر اصلها مباشره. بروبريتي جوا الكلاس نوعها بابليك، فانا بقدر اصلها بشكل مباشر، يعني مش ميثود احط اقواس زي كذا. ممكن ارجع اليوزر نفسه اللي عمل لوجن، يعني بياناته، بحيث انه في بعض الاحيان بعض التطبيقات بما انه عمل لوجن بيقول لي رجع لي بياناته عشان اعرض له مثلا مرحبا ويلكم محمد، يعني ياخذ منه اي بيانات هو محتاجها.
فانت ممكن ترجع كمان اليوزر نفسه اللي عمل اللوجن. يعني اي شغله بدك ترجعها في الريسبونس. الان لو عندي مشكله يبقى هنا بدنا نعمل ريتيرن انه في خطا، قد حرجع ريسبونس تمام. ممكن نستخدم النيو جيسون ريسبونس زي المره الماضيه. الداتا اللي حاخدها عباره عن مثلا مسج وفيها مثلا invalid او unauthenticated او invalid user name user. اي رساله توضح ايش سبب المشكله. طبعا ممكن عشان ما رجعش، هذا يفترض خطا صار، فبديش ارجع الستاتس 200، فبدي ارجع الستاتس مثلا 401 انه هو not authenticated. عشان هيك مثلا هنا ما عشان هرجع هيك 200 فانا بعتها على طول، بس هنا عشان انا بدي اغير الستاتس تبعت الهيدر تبعت الريسبونس كود، فاضطريت استخدم مثلا زي فانكشن تاعت الجيسون ريسبونس وخلافه. هذا هيك انا بكون فعليا عملت جزئيه اللوجن. ويفترض زي ما حكينا لما نيجي نعمل تيست الوقت باستخدام البوستمان يرجع لي الريسبونس هذا في حال السكسس، وفي حال الفشل يرجع لي هذا الريسبونس. خلينا نعمل تيست من خلال البوستمان. قبل ما نعمل تيست نعمل راوت. هروح على الاي بي اي فايل ونعرف راوت بطريقه البوست، راوت بطريقه البوست لللوجن هيستدعي طبعا في الحاله هيك لوجن كنترولر في الاي بي اي كلاس، وهنستدعي الميثود تبعت اللوجن عشان نعمل تيست باستخدام البوست مان. هنيجي نحكي نفس الشيء بس بطريقه البوست، هنستدعي هذا الرابط هنقول له اي بي اي سلاش لوجن، وفي البادي هنبعت في الفورم داتا بيانات حقل اليوزر نيم اللي هو طلبه، حقل الباسورد المطلوب. طبعا في الفاليديشن زي ما احنا طبعا ممكن نتاكد من موضوع الاكسبت زي كل مره، انا باعت في الهيدر الاكسبت. لو شفنا الهيدرز اللي هنا اللي هو بيبعتها باي ديفولت البوستمان، هلاحظ انه في عندي هنا حاجه اسمها اليوزر ايجنت، شايفينها؟ هي هذه مثلا جيت حيتخزن عندي انه اسم الديفايس هو هذا. تمام؟ طيب خلينا نعمل سند للبيانات، انا فعليا مش باعت يوزر، حيعطيني اشترط فاليديشن ايرور. أنا تعملها على اسم الجهاز، كيف عارف اسم الجهاز؟ هي غالبا بدي يبعث لك اياه، يعني لازم يبعث لك اياه يا الموبايل ديفلوبر يا ممكن تحصل عليه من يوزر ايجنت، يعني ممكن يوزر ايجنت يحتوي على تفاصيل الجهاز. يعني اعطاني طبعا بيانات انه مش باعت القيم هذه، خلينا ندخل قيم خطا في البدايه، نستخدم يوزر نيم زي محمد بس نحط باسورد غلط. طبعا هنا يفترض حسب الفاليديشن مسج invalid username password وهي الستاتس 401. طب بيانات الصح وهيك حيعمل لوجن وحينشيك توكن مسج authenticated، هاي التوكن اللي بنحكي عنه وهي بيانات اليوزر اللي عمل اللوجن. لان هذا التوكن فعليا لو رحنا على الداتابيز في جدول personal access token صار عندي توكن. لاحظوا هاي موضوع المورف، انا عندي اليوزر رقم واحد اللي من موديل اليوزر هو صاحب هذا التوكن. في النيم هاي ايش جاب؟ اليوزر ايجنت اللي محطوط في الهيدر. طبعا هذا التوكن مش نفس اللي رجع لانه هنا معمول له زي نظام تشفير او هاشنج خلينا نحكي تحديدا، وهي الابيليتيز اللي انا بعتهم لما عملت كريت توكن هي البوست وال الكورورد. اللاست يوزر حاليا هي نل، انا فعليا لسه ما استخدمت هذا التوكن. طب الان بدي احمي الراوس تبعتي، مثلا الراوس تبعت البوست اللي عملناها المره الماضيه، ما بديش اي حدا يطلبها الا يكون عامل لوجن او يبعث لي التوكن فعليا، يعني لازم يكون اوثنتيكيتد يوزر. البوست اللي احنا عملناها المره الماضيه سواء اللي بتعرض البوست، يعني لو جينا على اي وحده من هدول، بس خلينا هذا خلينا نفتح تاب جديد بديش اضيع اللوجن. احنا لو عملنا مره ثانيه ناخذ بس الراوت هذا، احنا كنا عاملين اللي هو البوست باستخدام الجيت مثلا بيجيب لي كل البوست على سبيل المثال، طبعا بدون ما اكون انا باعت التوكن. لاحظوا انا عندي مش عامل حاجه احنا بنسميها الاوثرايزيشن، وحتى في الهيدرز احنا مش باعتين اي تفاصيل. ثانية اضيف هنا الاكسبت. الان بدنا نعمله انه انا هذا الراوت
بدي احميه، يعني لازم اللي يستدعيه اوثنتيكيتد يوزر بالنسبه لي يكون. طبعا زي ما حكينا في موضوع الاي بي ايز هنستخدم موضوع التوكن في عمليه التحقق انه هذا اليوزر اوثنتيكيتد او لا، عشان نحمي اي راوت انه اوثنتيكيتد مثلا زي الاي بي اي ريسورس. انا ممكن نستخدم موضوع الميدل وير، فبرجع احكي له هنا ميدل وير، وفي عندي ميدل اوث، بس الاوث العاديه بتزبطش لان هذه الاوث العاديه على مستوى الويب. في الاي بي ايز هنستخدم اوث نقطتين واسم المكتبه بتاعتنا سانكتا، لان بمجرد ان هذا الراوت تبعت البوست انا حميتها باستخدام الميدل وير هذه، لما اجي اطلب مره ثانيه البوست ان اوثنتيكيتد قال لي انت مش عامل مش اوثنتيكيتد عشان ارجع لك البيانات هذه. طب كيف بدنا احكي له انا اوثنتيكيتد؟ بدنا نبعث التوكن اللي رجع لي هذا في الريكوست عشان افهمه انه انا اليوزر صاحب هذا التوكن. هذا التوكن بنبعت من خلال الاوثرايزيشن هيدر، يعني هنا في عندنا هيدر بنسميه احنا الاوثرايزيشن هيدر، ممكن نضيفه هيك يدويا من هنا في البوست، ما اروح اعرف هنا هيدر اسميه اوثرايزيشن هيدر، وبستخدم نظام البيرر توكن. ففي عندي هنا كلمه بيرر بنكتبها زي كده بيرر، وبنحط هذيك التوكن تبعنا سبيس والتوكن، هذا بنسميها البيرر اوثرايزيشن. هعمل سند بعد ما نضفت الهيدر هذا، على طول رجع لي البيانات فاعتبرني اوثنتيكيتد. ما بدي انا بديش اكتب الكلام هذا، ممكن لو انا ما كتبته ممكن تروح هنا في جزئيه الاوثرايزيشن في البوست مان وتقول انا بدي استخدم طريقه البيرر توكن، هيعطيني حق يقول لي دخل التوكن، فبنحط التوكن لحاله بدون كلمه بيرر، هو لحاله حيضيف الهيدر، هو فعليا حيضيف الهيدر اللي انا توي كتبته يدويا. هنعمل مره ثانيه سند، نفس المبدا رجع لي البيانات. اي خطا في التوكن، يعني مسحت حرف او ضفت حرف، هذا التوكن صار غلط، على طول حيقول لي ان اوثنتيكيت، لانه حيقارن هل التوكن هذا فعلا موجود عندي بالداتابيز او لا. فهيك احنا فعليا بنعمل اوثنتيكيشن لاي يوزر من خلال الاي بي اي، من خلال موضوع التوكن. فبالتالي كل ريكوست حينبعث لازم يحتوي على هذا التوكن. طبعا وظيفه الموبايل ديفلوبر انه حيخزن هذا التوكن عنده على الديفايس، ويصير كل مره بيبعث لي اي ريكوست حيعمل اضافه لهذا التوكن في الهيدر، فهي مسؤوليه الموبايل ديفلوبر، انت بس عليك ترجع له هذا التوكن. لو عملت كمان مره لوجين، تمام، حكيت هو الجهاز ما بيعرف انا عامل لوجن او لا الا اذا بعثت له التوكن، حكيت انا ممكن مثلا امنع قصه اذا كان وصلني يعني انا هنا في اللوجن ما بقدر اعرف اذا اليوزر عامل لوجن او لا، او ممكن اعرف، وبالتالي مثلا اذا كان عامل لوجن بدل ما ارجع له التوكن الجديد ممكن ارجع له التوكن الحالي تبعه. بس الوضع الطبيعي في اغلب الاجهزه كل عمليه لوجن في الاي بي ايز بيرجع توكن جديد، بتمش عمليه الفحص. طيب موضوع اللوج اوت، يعني اليوزر بده يعمل فعليا ايش اللوج اوت؟ انه انا بمسح التوكن هذا من الداتابيس، يعني بحذف اللوج التوكن من الداتابيس. فلو بدي اعمل انا اي بي اي لللوج اوت، بدنا نعمل مثلا ميثود نسميها، خلينا نعتبرها لوج اوت، وهنا بدنا نعمل مسح. طب كنت اول شغله اللي حيعمل لوج اوت يبقى لازم يكون يوزر عامل لوجن، طب كيف بدي اجيب بيانات اليوزر؟ باستخدام مكتبه الاوث، اوث يوزر بترجع لي الكرنت يوزر، تمام. طيب حقيقة الاوث يوزر، احنا فعليا في موضوع الاوثنتيكيشن في عندنا حاجة احنا بنسميها الجاردز. الجاردز هذه انه انا مثلا لو انا عندي اكثر من طريقة لللوجن، مرة من خلال الاي بي اي، مرة من خلال الويب، ممكن الويب انا يكون عندي لوجن خاص بالادمنستريتورز ولوجن خاص باليوزرز العاديين. لما يكون عندي اكثر من طريقة لللوجنز انا ممكن استغل موضوع الجاردز، انه انا بعمل لكل طريقة طريقة جارد خاص فيها. الان الاوث يوزر ايش بتعمل هذا؟ لما احكي انا اوث بشكل عام بدون ما احدد الجارد، تمام؟ هو بيروح يستخدم الديفولت جارد، يعني في ديفولت جارد. الديفولت جارد تبع اللي هيستخدم هنا هو الجارد تبع الويب، اللي هو فعليا اللي استخدمناه لما عملنا لوجين من خلال شاشات الويب. طبعا لو كان معناته لو هذا اليوزر مثلا لو كان عامل لوجين من خلال الويب، ففعليا هذه ممكن ترجع لي اليوزر تبع الويب مش اليوزر تبع الاي بي اي.
اذا انا بدي اشتغل بطريقه مضمونه اضمن انه يرجع لي دائما اللوجن الخاص بجارد الاي بي اي تمام، فانا لازم هنا بشكل صريح قبل ما اجيب اليوزر اقول له استخدم الجارد تبع السانكتوم. فاوث جارد بحدد من خلال الاوث اي جارد بدي استخدم. طبعا لا، هي مره واحده ما ينفعش اقول له كمان جارد، هي مره واحده. الوقت بعده بقول له هات لي اليوزر، يعني هي نفس الشغل بس صرنا نحط الجارد في الاول. فهيك انا بقول له هات لي اليوزر تبع من جارد السانكتوم، يعني لو انا فرضا لو انا كان عندي على مجال الويب انا عامل تو لوجن، لوجن للادمن ولوجن لليوزر، وانا عملت لوجن من المكانين. طب كيف بدي اجيب اللوجن تبع اليوزر ولا كيف اجيب اللوجن تبع الادمن؟ فلازم بشكل صريح احدد من اي جارد بدي اجيب بيانات اليوزر. تمام، الوضع الديفولت لو انا ما حددت الجارد زي ما كنا نشتغل سابقا هو بيجيبه من الديفولت جارد. ايش الديفولت جارد؟ اسمه ويب. وين الجارد بتتعرف كيف هذا ممكن نمر عليها في اخر اللقاء. زين انا هيك فعليا جبت الكرنت يوزر اللي عامل لوجن، وعشان نتاكد انا ممكن اعمل هنا كمان اكشن خليني اسميه يوزر. هذا وظيفته يرجع اليوزر اللي عامل لوجن، يعني رجع معلومات عن اليوزر اللي عامل لوجن. فلو انا عملت ريتيرن للقيمه هذه كلها زي ما هي، بدنا نعمل راوت هالوقت للوج اوت، بدنا نعمل راوت لليوزر. خلينا نعمل لوج راوت للوج اوت. فانا مثلا في اللوج اوت بدي اعمل راوت بطريقه الديسترو الديليت، لانه بما انه انا بتكلم بدي احذف بيانات فانا ممكن استخدم الديليت للوج اوت، واعتبر الراوت اسمه لوج اوت. هيستدعي طبعا اللوجن كنترولر، بس هيستدعي الاكشن تبع اللوج اوت. طبعا هذا المفترض اللي هيعمل لوج اوت اصلا يكون اوثنتيكيتد عشان هطبق الميدل وير تبعت الاوث سانكتوم. وهنا ممكن اطبق الميدل وير تبعت الجاست سانكتوم. جاست يعني مش عامل لوجن. وطبعا النقطتين هذه اللي انا بحطها هي فعليا اسم الجارد، يعني في الاوث والجاست هذول بياخذوا اسم الجارد في الطرف الثاني. احنا ما كنا نحطهم بدون في الاول كان نفس الفكره، كان ياخذ الديفولت جارد، يعني كان يعتبرني بعمل اوثنتيكيشن على الديفولت جارد. الوقت لما احط النقطتين فانا بحدد بشكل صريح مين الجارد اللي انا بدي اتعامل معه. طبعا احنا في الجاست في النظام في الويب كان يعمل ريدايركت على صفحه الداشبورد مثلا. طب هنا في الاي بي ايز انا بصراحه جربتها، شدنا بنجربها مع بعض. خلينا نعمل بالمره بس الراوت الاخير وبعد كده بنعمل تيست مره واحده. الراوت الاخير بنعمله راوت بطريقه الجيت، انا بدي اقول له هات لي بيانات اليوزر. طبعا برضه حيروح على اللوجن كنترولر. وعلى الاكشن تبع اليوزر. طبعا هذا برضه حيجيب اليوزر عامل لوجن، فيبقى لازم نحميها باستخدام الميدل وير تبعت الاوث سانك. طب قبل ما ندخل في موضوع اللوج اوت خليني اجرب اطلب اي بي اي هنا بدل يوزرز او بدل بوست يوزر. هذا يفترض ايش يرجع لي؟ بيانات الكرنت يوزر. تمام، هيرجع لي بيانات للشخص اللي عامل لوجن. طبعا جاب بيانات بناء على مين؟ على التوكن. طبعا لانه ما دار الراوت محمي، فلو انا رحت حكيت له بدون اوث يعني ما بعت التوكن فعليا، قال لي على طول انا اوثنتيكيتد. طيب موضوع اللوج اوت، طب خلينا نجرب. انا بدي اعمل لوجن وانا باعت في الهيدر الاوثرايزيشن. تمام، يعني بدي احاول اعمل لوجن وانا اصلا عامل باعت توكن. نشوف هل جيت قصه الجاست حتشتغل او لا وايش حترجع لي. سند اعتبرني ان اوثنتيكيتد في الحاله هذه، انه كيف انت بدك تعمل لوجن وانت بعت لي بيانات اللوجن. حكيت لو شلنا حيعمل لي لوجن جديد، يعني لو حكينا له نو اوث وهذا الوضع الطبيعي سند حيعمل لي توكن جديد لنفس الشخص. يعني صار عندي في الداتابيز تو بيرسونال توكن.
لاحظ الاول كنا نستخدمه، هي صار له لاست يوز وقت عشان اخر مره استخدمته وانا بستدعي ريكوست باستخدام هذا التوكن. هذا الجديد لاحظ نفس البيانات بس التوكن اختلف، تمام، لنفس اليوزر، هاي نفس اليوزر، تمام. موضوع اللوج اوت بيعني انه انا بدي اروح احذف من الجدول التوكن تبع هذا اليوزر، فلما يصير يستخدم التوكن بعد كده تمام حيبطل، حيقول له ان اوثنتيكيتد. طبعا فكره فلازم يعمل توكن جديد، هي فعليا احنا بنسمي هذا المصطلح بمصطلح الريفوك، انه انا بسحب منه التوكن، ريفوك المصطلح تبعها فعليا، مش هي مش هي فعليا مش عمليه لوج اوت، هي عمليه ريفوك، انه انا بسحب منه الصلاحيه او بسحب منه التوكن يعني، او بحذف التوكن الخاص بهذا اليوزر. لكن لو سميناها لوج اوت مش غلط. حكيت هذا اليوزر كيف بدي اجيب التوكن تبعونه؟ خلينا نحكي مثلا، خلينا بس نكمل هنا في نقطة، لو انا هذا اليوزر، بعدين نرجع للتوكن اللي فوق لللوج اوت. احنا كنا في اليوزر رجع، حكيت انا بدي اخليه ارجع بيانات التوكن تبعته، ممكن احكي له يوزر، اليوزر هذا له ريليشن اسمها توكنز، هذا ايش بترجع لي؟ كل التوكنز تبعونه. يعني هذه التوكنز هي ريليشن اللي هي علاقة ال one to many ما بين اليوزر والتوكنز، فهذه حترجع لي كل التوكنز تبعون اليوزر. فلما اطلب الراوت تبع اليوزر الوقت على البوست مان حيرجع لي التوكنز تاعونه، لانه انا مرجع بس التوكنز. هاي بيانات التوكن، هاي التوكن الاول. طبعا لاحظ انه بيخفي التوكن نفسه لانه غلط نرجعه، لكن بيعطيني معلومات عنه، مثلا ايش الابيليتيز ومتى اخر مره تم استخدامه، هاي التوكن الاول هاي التوكن الثاني. طيب الكرنت اكسس توكن، فانا ممكن احكي له ايش؟ بديش كل التوكن، اقول له هات لي بس التوكن اللي هو منه عامل لوجن. يعني لقيته لما طلب الريكوست تبع اليوزر استخدم اي توكن، الاول ولا الثاني؟ ففي عندي ميثود اسمها الكرنت اكسس توكن، هذه بترجع ايش التوكن المستخدم لما اليوزر طلب هذا الريكوست. انا في عندي تو توكن كرنت اكسس توكن، فلما نعمل هالوقت على البوست مان احنا مستخدمين التوكن رقم واحد، عشان هيك لما اعمل سند هنا هيرجع لي التوكن الاي دي تبعه واحد. لو استخدمنا التوكن الثاني اللي رجع لي جديد هذا في نفس الريكوست هيرجع لي الكرنت اكسس توكن رقم 2، فانا منه بعرف هو اي توكن استخدم. هاي لاحظوا التوكن رقم 2، اذا الكرنت اكسس توكن بترجع لي التوكن المستخدم. طيب هذه انا ممكن استغلها هنا في عمليه اللوج اوت. لما يعمل لوج اوت هو بيكون عامل لوج اوت من الديفايس تبعه، يعني هو بيعمل لوج اوت من الكرنت ديفايس، يعني من الكرنت توكن. فانا بقول له من الكرنت اكسس توكن ديليت، احذف الكرنت اكسس توكن. فهيك انا زي كاني حذفت التوكن اللي هو ايش كان بيستخدمه في عمليه اللوجن. بعد ما احذفه مفترض اعمل ريتيرن للريسبونس، مثلا مسج، مثلا توكن ديليتد او ريفوكت او اي حاجه. حكيت لو بدنا نعمل تيست لموضوع اللوج اوت احنا ايش سمينا الراوت؟ اعتقد لوج اوت. فبنيجي هنا نقول له بدل ايه بقى، هقول له لوج اوت، وهذا اللوج اوت عاملينه بطريقه الديليت. فهعمل طبعا لحظه كده انا ايش هعمل؟ لوج اوت من التوكن هذا، يعني هذا اللي حينحذف رقم 2 سند توكن ديليتد. لو رحنا على الداتا بيز هلاقي التوكن رقم 2 انحذف، ضل رقم واحد. لو بدي لو انا بدي اعمل، مرات انت بيطلع لك اخي اوبشن في بعض التطبيقات انه اعمل لوك اوت من كل الديفايسز، فكيف بدي اعمل لوك اوت من كل الديفايسز؟ ممكن نيجي نحكي هان بدل اكسس توكن بقول له اليوزر التوكنز تاعونها الريليشن تاع التوك كل التوكنز هدول ديليت. طبعا هيك حيعمل ايش؟ لوجن، عفوا هيك حيعمل لوج اوت من كل التوكنز حتى بما فيهم الديفايس الحالي. طبعا بدك تعمل النظام، لا يعمل لوج اوت من كل الديفايسز ما عدا الحالي، بدنا نصير ايش؟ نستثني الكرنت اكسس توكن من الموضوع هذا. يعني كده نستثني الكرنت اكسس توكن. طب بس نحط هيك زي هنت، هذا from the current device، يعني او زي كده لوج اوت from the current device. هذه العملية الأولى. لو بدنا نعمل لوج اوت من كل الديفايسز، لوج
out from all devices. طبعا هو مفترض ان كل واحدة يكون لها راوت خاص، لان مش لو طبقت هذه وهذه على الفاضي، بس احنا كتوضيح عشان كان حوقفها. لو بدأنا لوج اوت من كل ديفايسز ما عدا الحالي، يعني بدنا نعمل هالجيت اللي هي الطريقه الثالثه، ويفترض كل واحدة زي ما حكينا يكون لها راوت خاص. لوج اوت فروم اول ديفايسز اكسبت ذا كارنت. طبعا الفكره يمكن هي سهله، بروح اقول له يوزر هات لي كل التوكنز، تمام، وير بنحط شرط هذا الريليشن، فبالتالي انا بقدر احط شرط على الريليشن او بيانات الريليشن اللي بترجع. الشرط ايش هو؟ انه الاي دي تبع التوكن لا يساوي، لما نروح نقول له هات لي الكرنت توكن، هذا بيرجع لي الاوبجكت تبع التوكن الاي دي. ايش انا سويت؟ قلت له كل التوكنز ما عدا مين؟ الكرنت. بعد هيك بقول له الناتج هذا كله عمل لي له ديليت. هذه الطريقة لو انا دائما لوج اوت من كل الديفايسز ما عدا الديفايس الحالي. من التوكنز ريليشن بحط شرط انه ما عدا الكرنت توكن، بعد هيك اعمل ديليت. فهذه الثلاث طرق اللي ممكن تستخدم في عملية اللوج اوت. وهذا باختصار موضوع الاي باي توكنز. يعني انا بس كل ما عليا هكون عامل لوجن كنترولر بيرجع توكن، بعتك اي ريكويست بدي احميه، بدي احميه باستخدام الميدل وير تبعت الاوث سانكتا، وبالتالي مطلوب من الشخص اللي هيبعت اي ريكويست انه يبعت لي في هذا الريكويست الاوثرايزيشن هيدر الخاص وجوا التوكن اللي انا رجعت له اياه في عمليه اللوجن. تمام. طبعا زي ما حكينا ميزه الطريقه هذه انه انا ممكن يكون عندي اكثر من ديفايس لليوزر، فممكن يعمل لوجن اكثر من اكثر مكان. لو انا كنت مخزن التوكن على مستوى اليوزر نفسه، يعني رحت انا احنا في جدول اليوزر ضفت كولوم سميته توكن، هيك معناته انا بيكون عندي دائما توكن واحد لليوزر، فمش هيقدر يعمل لوجن الا مر من يعني في 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 في, في اللحظه الواحده بيكون عامل لوجن من ديفايس واحد دائما. تمام. وهذا كان حل موجود في الاصدارات السابقه من لارافيل اللي هو السمبل اي باي توكن، وكان نضيف كنا نضيف الاي باي توكن في نفس جدول اليوزر. فهيك انا اليوزر بيكون دائما له 1 توكن. فبقدرش يعمل لوجن من جهاز، لو عمل لوجن من جهاز اللوجن حيصير لوك اوت اوتوماتيك من الجهاز اللي قبل وهكذا. فالطريقه هذه انه انا من خلال جدول للتوكنز بشتغل زائد. انا ممكن يكون عندي ان انا كل توكن ممكن اعطي له صلاحيات مختلفه حسب انا كيف ممكن افكر او اعمل شروط معينه. هو من وين عامل لوجن؟ مثلا لو عامل من ويب اعطي له شروط، لو عامل لوجن من ديفاي من موبايل ممكن اعطي له شروط وهكذا، او ابيليتيز معينه. كيف احنا ممكن نفحص الابيليتيز؟ يعني خلينا نحكي كالتالي. لقيت احنا اعطينا صلاحيه البوست، فلو رجعنا على البوست كنترولر اللي احنا عملناه، انا عشان اتاكد انه هذا اليوزر مسموح يشوف البوست، حكيت انا اليوزر هذا نوع حجي بياناته اليوزر، خلاص عرفنا من الاوث باستخدام كارد سانكتوم نقول له هذا اليوزر. تمام. حكيت انا بدي اتاكد هذا اليوزر معاه التوكن تبعه اللي هو عامل منه لوجن مسموح له اصلا يشوف البوست ولا لا. فبدنا نيجي نحكي كالتالي: يوزر توكن كان، هل التوكن الحالي عنده الصلاحيه؟ ايش كان بحط له هنا اسم الصلاحيه اللي ايش؟ فولس. لا حطها في الابيليتي، هذه حترجع لي ترو او فولس. فاذا ترو مثلا اف يوزر توكن كان، فبروح اعمل ريتير مثلا لهي البوست زي ما احنا كنا شغالين. ما هو الصلاحيه يبقى انا بدي ارجع هنا زي رساله خطا، ممكن استخدم انا برضه نيو جيسون ريسبونس، او ممكن استخدم الفانكشن تبعت الريسبونس على طول response function response. هذه حتحتوي على ميثود اسمها json. انا حاط انه اسف عشان كذا json. وفي الجيسون برجع مثلا array مثلا اللي هي message unauthenticated او unauthorized. هنا في فرق ما بين الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن. اوثنتيكيشن بتاكد انه هذا اليوزر
لوجد ان او لا. الاوثرايزيشن هو لوجد ان يوزر، لكن هل مع الصلاحيه هذه او لا. مثلا ممكن احكي ان اوثرايزد. وطبعا ان اوثرايزد لها ستاتس كود 403 مش 401، عشان هيك احنا دائما مهم جدا نستخدم الستاتس كود المناسب في الريسبونس. طبعا معروفه هي اشهرهم 400 باد ريكوست. كيف يعني باد ريكوست؟ انا هذا الراوت معروف يكون بوست، هو بعث لي اياه جيت، هذا يعتبر باد ريكوست. 401 هي الانثنتيكيتد، يعني هو مش عامل لوجن. 402 مش متذكر لايش، او اظن مش مستخدمه. 403 اللي هي الاوثرايز، 404 نوت فاوند. حتلاقوا طبعا في لسته كامله. طبعا كل النظام ال 400 هي اخطاء على مستوى العلاقه ما بين، او في بروتوكول الاتش تي تي بي، او العلاقه ما بين الكلاينت والسيرفر. الاخطاء تحت ال 500 هذه اخطاء على مستوى السيرفر، يعني مشكله مش من الكلاينت، المشكله من السيرفر صارت. عشان هيك هم عاملين كاتيجوريز 400 و500 ال 200 و201 انه فيش عندنا مشكله او الريسبونس سليم. طبعا احنا وضع طبيعي هذا اليوزر فعليا هو عنده صلاحيه البوست، فيفترض لو طلبنا البوست بس بدنا نستخدم التوكن رقم واحد، من وين بدنا نجيب التوكن رقم واحد؟ ممكن نرجع هنا على الهيستوري، على الريكوستات اللي كنا نعملها. هاي ريكوست البوست، هذا البوست كان في الهيدر تبعه مستخدمين التوكن رقم واحد. هذا اليوزر يفترض هذا التوكن تبعه له صلاحيه على البوست، فيفترض يرجع البوست طبيعي. لو افترضت انه انا بدي اساله عن صلاحيه ثانيه، لو افترض هل معاه صلاحيه مثلا فيو مثلا بوست، هيك انا غيرت اسم الصلاحيه، انا مخزنها باسم بوست. على فرض انه في صلاحيه ثانيه اسمها فيو بوست، اكيد هو فعليا ما عنده الصلاحيه هذه او الابيليتي هذه. هيرجع لنا المسج، فرجعنا هان ان اوثرايز مع 403. انت ممكن تستغل موضوع الصلاحيات في التوكن كان، ونعطي له اسم الابيليتي اللي انا بكون مخزنها مع التوكن، فاذا معاه الصلاحيه هذه هيرجع لي ترو، ما حوش نفترض نرجع رساله انه هو مش اوثرايزد. هذه مكتبة السانكتم واللي وفرت لي اياه في متعلق بموضوع التوكن. الموضوع مش صاحب بس ممكن بدكم تتمرسوا عليه. طيب، طبعا هي رجعها زي ما كانت عشان ترجع تشتغل.